هذا الشغل شغل بسيط، اختلاف بسيط بالريدن، خامة شامو، خامة جدا راقية، غسل سوادي شي مرتب. هذا السحاب مالي، طبعا تكرار الموديل، شوف شي ستاتي كباري طولة تونك، هذا طولة اجابي. هذا الموديل الشغل بالصدر اجابي كرام، هذا توفر عندنا. هذا المانتو شامو، هذا الشامو مالته، هذا كلش مطلوب، اللون الاسود توفر. هذا مقاساته من 46 حد 52 شغله. هذا توفر عندنا الفستان البينصل، هاي البوليره تشاكيت ماله، هذا شغله بينصل ماله، هذا الصوف ماله تقرب لي الصوف ماله فتشي هذا توفر عندنا الفستان البينصل، هاي البوليره تشاكيت ماله، هذا شغله بينصل ماله، هذا الصوف ماله تقرب لي الصوف ماله فتشي طاق يعني. هذا مقاساته فري سايز، هذا يلبس قياسات من 38 40 لحد 48، وتوفر بعدة الوان. هاي التقفيله مالته، هذا الموديل الثاني طبعا موجود منه موديلين، التقفيله بس اختلاف فيها، هذا اللون الاسود سواده صار، هذا عندكم اللون قرب لي الوردي ماله، طبعا الجاكيت ماله مخمل شي مرتب، هذا اللون فستان قصير ينصل كات فوقه جاكيت بوليره، هذا اللون العسلي ماله لاني الوان. طبعا اليوم توفر عندنا القميص النسائي، هذا شغله يصير مفتوح دقم، هذا قبغ جيب، هذا الشغله، هذا مقاساته. التقفيلة الثانية هذا الماروني ماله، هذا اللون على الزراقات الحبري، هذا اللون على الزيتوني، قياسات 46 حد 54، من 46 حد 54 طولة تونك، توفر بعدة ألوان. هذا عندكم المشمشي، عندكم اللون سوادات على الفيلي، هذا عندكم اللون الشويتي، قياسات حلوة كبيرة، هذا عندكم الزيتوني اللون البيجي، هذا عندكم ماروني على الحبري، هذا عندكم الاسود على النيلي، هذا عندكم طرحة ثانية الصوف الناعم، هذا شغله من جوا، وهذا الكيلوات مالي طبعا مقاساته فري سايز، هذا شغله يلبس من 42 ل 54، هذا جبي هذا اللون البيجي، جبي عندكم هذا اللون رصاصي على البياض، سواده جدا فاحل. هذا عندكم الموديل الطقم النسائي وطوله تونيك، هذا طوله رجلان، طبعا يلبس قياسات من ال 40 حد ال 50 52. هذا عندكم اللون السمائي الزراق، عندكم اللون الفيلي ماله، الوان هواي توفرت، عندكم اللون الوردي او على البصلي درجتين وردي والبصلي، هذا عندكم اللون هذا توفر عندنا مشي، عندكم الشويتي درجة الازرق، هذا عندكم اللون الاوف وايت او البيجي، صوف ناعم فقط اللون الاسود. من 38 ل 46 يلبس الجاكيت السنارة، هذا موديله، هذا مقاس كرام، هذا توفر عندنا البنطرون الجلد، هذا موديله شغله، هذا بزمة من جوا، هذا شغله كاميرا لاستيك جوزي أربع ألوان.
هذا قياساته من الأربعين حد الخمسين. إجابي هذا اللون. عندكم اللون زيتوني. عندكم اللون البيجي. الشغلة. رم يصير. الشغلة مرتب. هذا مقاساته فري سايز. هذا يلبس قياساته من الأربعين حد الستة وأربعين. هذا الكيلوت ماله. متابعينا الكرام، توفرت عندنا موديلات الأطقم الكيلوت. هذا شغلين، هذا الموديل، هذا الصوف ناعم وثقيل، خامة ثقيلة. جت فيه ألوان، هذا اللون الأسود. الشغلة خرم بالردن. هذا عندكم العسلي ماله.